يا سيدي هادي داري وشريت بقعة قانونية من المحكمة ماشي إطار عشوائي. شريتها إطار المحكمة، كتبتها عند العدول، شريتها عند العدول ومشات المحكمة مش براكة ماشي فيها بالقز سميتو. شريتها في الكونترا، عندي كونترا، عندي كل شيء بإطار المحكمة، ما شريش عشوائي. جاو هاد الناس، جيت أنا برك في براكتي، جا عندي المقدم، غنقول لك اللي كاين. قولي لي كاين. جا عندي المقدم براسو، جا عندي ريب عند جريب لي الأول مرة الأولى، مريب لي المرة الثانية، ريب لي المرة الثالثة، كيريب لي. قلت ليش بغيتي عندي؟ خليني مستقرة أنا وليداتي. جيني من الأخر، قلت ليه جيني من الأخر شنو بغيتي؟ قال لي تعطيني القد والقد، تعطيني مليون عندي عضوات عليها. قال لي ما كناكلش انا، قال لي عندي شحال من واحد فيها، وعندي عليها عضوات، عندي دلائل سيدي. حيت الناس هنا صابوا مساكن عروبيه ما عارفينش انا، حيت قالي وعارفوك عارف اش كندير. قال لي تعطيني كذا سيدي؟ ما عنديش. قال لي تسلفيها وجيبيها. وتسلفتها وجبتها، ما عنديش. عندي الكريدي عليها وجدتها، وقلت لي ما عنديش، عندي 180. قال لي 180، قال لي مقدم براسو، قال لي 180 عريها. وقلت لي شوف راه كنت تما انا غنرشيك. قال لي لا، هذا انت ما عارفاش، راه هذا العشوائي، هذا الشيء اللي فيه. الا ما عطيتيش الفلوس ما كتسكنيش، والا ما عطيتيش الفلوس ما كتبنيش. انا ما في حاليش، ما عنديش. شحال من عام هادي واش نقدم حاليا؟ نقدم حاليا. القايد ما عمرني ما شفتو، ما نكذب ما والو، انا كنعرف بيني وبين الله. انا نقدم ما عش قايد، ما عمرو ما جا عندي، ما عمرو ما شفتو. جا عندي المقدم، مقدميه شي ثلاثه هما كاينين. هشام كيسميهم. شوف عندي المقدميه ثلاثه، فرقهم على بعضياتهم، وعندي دلائل. جا مؤخرا دم عندي تا هو، وعندي دلائل، ما كنهضرش هكاك. وجا على الاخر سيدي، قلت له سيدي انا ما كنقدرش نعطيك الرشوه، نخاف نمشي للحبس. قلت له بحال هكا، قلت له انا ما نقدرش، كنعرف بيني وبين الله. قال لي هادشي ماشي رشوه، ماشي قال لي كتبيعي بطاطا ولا كتبيعي شي حاجه، ولا داخله عند السبيطار باش غتعطيني رشوه، غديري محل. دارك قال لي داري هادي، دارك لالا. سيدي قال لي غديري محل. قال لي خاصك تعطيني الفلوس. قال لي خاصك تعطيني الفلوس. وقلت له سيدي راه ما نتحسبش رشوه، عار الله بيني وبين الرشوه. قال لي لا ماشي رشوه. وجا عندي وداها، ودا 180، وما عنديش 20 اخرى. وعاود هضر معايا في التليفون، وداز ما عرفتش شهر، وعاود هضر معايا في التليفون، وقال لي زيديني 20 اخرى، وعطيته 20 اخرى. اش بغاو عندي هاد الناس؟ كي غندير في غنمشي؟ ما عنديش. شحال من عام وانت؟ ما عنديش اسيدي، مازال ما عرفتش 5 سنين ولا سنين. غنقدم ديري من 2016. في غنمشي وليني في غنمشي. انت شرانا في هذيك السكنه ديالي؟ انا باغيها بنتي، باغيها نقودها. واش واحد باغي ينقد بنته؟ واحد باغي ينقد بنته عيب الله. سيدنا الله يرحم والدينا، انا ما داير شي حاجه خايبه، انا باغي نقودها بنتي، انا غادي نقودها. هي غتشوفها. الله غفر الله الفوق، هادشي اللي تنطلب من الله سبحانه وتعالى. يا دار الله، استغفر الله. حسبي الله ولا نعم الوكيل. ما تنسى، ما تنفس، ما تندير حتى حاجه. انا باغي نبكي، انا باغي نقعد الدريه. انت شوفوا عندو معيب الله، يدي انت معيب الله. شو ما عار سال عار عار امي انت عارضه. شوف العظم، يلا صافي. احنا دايرينك في قلوبنا سيدنا، وانت تخرج فينا سيدنا. حشومه ما دايرينش حاجه خايبه.
ما دايرينش حاجه خايبه ما دايريناش ما تنشفروا ما والو وعندي انت شوف وعندي انت شوف ما نص من داري وما قايلهاش لشي واحد ما قايلهاش لشي واحد ما قايلهاش تنصبر وتنضرب على وليداتي باش نوكلهم رزق حلال عباد الله وما دايرش انا وشاري انا شاري شاري من المخزن شاري من الحكومة شاري الأرض ديالي بالحلال ديالي يا عباد الله ومعاوني معايا الناس يا عباد الله عشومة عار 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 عباد الله عار عشومة عباد الله عشومة عار عباد الله عشومة عار عباد الله عار عباد الله ما كاينش قبر رحمة ما كاينش ما كاينش قبر رحمة هذا الشيء أنا غادي تولد ذبح مباشرة غادي تولد ذبح الشومة عارة شعارة أشوفه.